وإلى الساعة الأخيرة ومطبخ يوم جديد والشيف علا نيروخ صارت جاهزة اليوم. حضرت لنا مجموعة من الأطباق. صباح الخير شيف. صباحك ورد. كيف حالك؟ وياسمين صباح العسل. أهلا وسهلا. لأنك نشيط اليوم زيادة. نشيط اليوم نشاط ولا نهاية أسبوع خميس. خلص اليوم بكرة في أوف هيك الواحد نفسيا بتلاقي لا إرادة هيك أخذ كل صح. مواضيع النشاط. نعم. بما أنه اليوم معنا إبراهيم وحلقة يوم الخميس والشتاء والبردات دائما الست بتروح اتجاه المطبخ عشان تسوي كاسة عدس. بس إحنا أولادنا بحبوا العدس. العدس بترفع البروتين ديروا بالكم. حلو نكسر شوي العدس. أنا بحبه شوي ثك ما بحبه كتير مرق أو شوربة. فخطر ببالي أركب نكهات على بعض لحتى إحنا نطلع من الروتين تبع مطابخنا. سوينا قبل هيك مع قرع، سوينا مع بطاطا، سوينا مع شوفان. اليوم رح نساوي عدس قطاف، إشي كتير مرتب بجنن العدس عندهم المجروج. رح نساوي شو مع بطاطا حلوة بنكهة القرع تقريباً، مع بطاطا حلوة وشوفان. يعني قيمة غذائية عالية وكمان إشي بيدفي وشوربة عدس. وبالأول وبالآخر رح نساوي كمان شوية دجاج محمر. بصراحة الدجاج المحمر اليوم رح أعمل مطفى مع عصير الليمون والكزبرة الخضراء بطريقة هيك جديدة وزاكية وحلوة. إن شاء الله أنه يعجبهم. أكيد. شف بسمحي لي أحكي لك سلامتك. الله يسلمك. كيف الوضع؟ وصل القطار مبدئيا. الحمد لله. يعني بس هاي الزهورات ما هي مجهزة للزهورات؟ شكله الصوت رجع من الزهورات. والله يعني طبعا لازم مشروبات دافية. الكسيح زي ما انتم شايفين في عندهم كتير قصاص ليمون وزنجبيل وقرفة وكركدي وإشي. بس أنا عندي الزهورات من عندهم صراحة إشي كتير مميز مع عرق نعنع. يا سلام. أنا حقك علي نسيت أعمل لك. ما في مشكلة. يعني حقك علي. بالعكس إذا أنت شربتي شيف أنا بكون مبسوط. المهم أنك تتحسني وصحتك تكون دائما بخير. الحمد لله طفى إيد الله رحمة دائما. ولكن اختلاف الجو زائد أنه بيقولوا إشي فيروس إشي بيقول فلوانزا. على الله. مواسم. كل شيء الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. شف. يلا بسم الله على البركة اللي نبدأ كل التفاصيل مع إبراهيم. كل حدا بحب إبراهيم. هاي إبراهيم معانا اليوم بالمطبخ. نعم. جاهزين. هيك بدي أصحصح. جاهزين للتعليقات. جاهزين لأكثر المشاركات والاتصالات. وأكيد إلى وصفتنا لليوم. بناخذ الوصفة مع بعض. يلا. وإيش معنى الوصفة الأولى؟ شوربة العدس. يلا. لا مش عدس يا حسين. عدس جعبله عدس حسين. بدنا نعمل الدجاج. المين كورس بعد نسوي الشوربة. الدجاج المحمر اليوم رح يكون مطفى بالليمون. دجاج صح. كامل أو مقطع بعظمه وربع كوب زيت نباتي، معلقة كبيرة من معجون الطماطم، معلقتين كبار من الكاتشب، ملح، فلفل، بابريكا، بصل بودرة وبهار الدجاج. كمان بدنا ثوم محروس، زنجبيل بودرة، كزبرة ناشفة. وللصوص للدجاج بدنا قطعتين زبدة، نص كوب عصير ليمون، القليل من الماء، معلقتين كبار من الطحين، ملح وربع كوب كزبرة خضراء. إذن مجموعة من الوصفات. أشياء بسيطة سريعة. واليوم كمان مكوناتنا يمكن بسيطة متواجدة دائما في المنازل. بهارات دجاج وبهارات وشوية كاتشب، معجون طماطم، على قطعة زبدة أو ممكن تستبدليها بزيت وعصرة ليمون. المكونات أمامكم. يلا أول الدجاج لما يكون محمر. في ناس بيكون معه طالع جوسي. في ناس بيكون ناشف. ليش؟ سؤال حلو. لأنه أنا بحبه جوسي ما بحبه مرتب. السبب إبراهيم أنه نشف كتير بالفرن، تعرض لدرجة حرارة عالية. سؤال في مكانه وبصير كمان مع الستات وبصير معنا في بيوتنا. أنا دائما أي إشي بده يفوت فرن لازم إبراهيم تحتيه بكاسة المي. بحط مي. المي لما بسكر الفويل بتغلي، لما بتغلي بتصير تتبخر، فبصير ما بين أعلى الصينية لتحت ورقة القصدير بصير في عندي بخار. هذا البخار بيخلي الأكل جوسي. وهذا الإشي اللي رح تشوفوه هلأ بالجاج اللي جاهز هو جوسي مش ناشف. وكمان في تحتي مرق ممكن للي بيحبوا الغماس. في ناس كتير وأكثرهم الرجال بحب يأكل مع الخبزة إجباري. شو مكان النوع لازم يغمس لازم كذا. المرقة حلوة تكون على الجاج. كمان صح. يلا كيف رح تبلش؟ هلا انا رح احط بدكم دبس فلافله او معجون طماطم اشي بيرجع لك. الكميه حسب الدجاج المستخدم. بما انه بنقول دجاجه واحده انا بس قطعتها من النص صراحه بهمني شكلها يكون كتير حلو فقسمتها بس من النص. حط كاتشب معلقتين كبار. بسم الله الرحمن الرحيم. كاتشب بيعطي لون وبنفس الوقت بيعطي حلاوة بصراحة كتير طيب على الدجاج. وبعدين رح أحط البهارات اللي حكالنا إياها إبراهيم بالإضافة للزيت النباتي. وممكن تحطي زيت زيتون أو زيت نباتي مع بعض. طب خلينا ناخد شوي من تعليقات شيف.
ولا نكمل معك على طول طبعا. طيب بدي اصبح على كل الاشخاص المتواجدين معنا صفحه يوم جديد اكيد على اللايف، ومحمد الفرهيد صباح الخير، عبد حردان اكيد، واوسكار هانيا، وايضا رجاء بدويه، ام غسان القراسمه، ونور درابي، وام دهام اهلا وسهلا، صقر ابو هزيم، نتشه ابراهيم صباح الفل، والياسمين شكرا لك، وهبوش حمزات صباح الخير لكم كلكم جميعا، أم رامي كنعان. رح ناخذ أي أسئلة بخصوص طبق اليوم أكيد، أو أي طبق ببالهم حياهم الله يتدللوا. أرقام الهواتف ظاهرة عندكم على الشاشة في حال حابين تحكوا معنا. شو ناوي على آخر الأسبوع؟ شو مشاريعك؟ والله شوفي، شغل ولا نوم؟ راحة ونوم. يعني بكرة الجمعة، الجمعة دائما هيك يوم مميز بيكون بالأسبوع، راح بفرغ حاله، رايق، بياخد راحة، بيرجع بشحن حاله بطاقة عشان بلش أسبوع جديد. صحيح. شو رأيك؟ اللي عنده أولاد وعنده بيت ما عنده راحة، وعنده كبير وعنده غسيل وفي مسؤوليات وفي يعني بتطلع من مسؤولية بتفوت بمسؤولية ثانية. صحيح. وهاي الدنيا. طيب هلأ حطينا دبس فليفلة أو معجون طماطم، كمان حطينا عليه الكاتشب والبهارات بالإضافة للزيت النباتي. هلأ رح ننزل توم مهروس. بصراحة هالوصفة بدها توم طيبة، يا بتحطيها مع الخلطة يا بتحطيها مع اللي هي خلطة الليمون المطفى اللي رح نعملها على النار مع الطحين. فهذه شيء اختياري، حركهم مع بعض. ممكن توم بودرة ينحط، بصير بديل اللي بتحسس اللي معدته بتتعبه ممكن. والله بدها يا حسين، يا ريت. مبدئيا عندنا كاسات وعندنا مي سخنه وعندنا زهورات، فهي كاسات خير الله موجود وراها عشان الجو. بس بدك تساعديني، وين الزهورات؟ هي هون، هاي الزهورات جنبي. الزهورات عندك. ناخذ كاسه بس، يلا. ها هي مي مغليه، هاي بدي اغلي لك. طيب هلا احنا شو رح نسوي انا وياكم؟ رح نجيب الدجاجات، رح نحط عليهم الخلطة، زهورات الكسيح، نجربهم. حطيت عليهم أنا عرق نعناع، ويا سلام. تقدر تشربهم هاي الأشياء بدون سكر؟ بدون سكر أحسن أصلا. هو أحسن بس أنا ما بقدر إلا بسكر أشرب. تعودت، تعرف زمان كنت أحط سكر دائما حتى على الشاي معلقتين مثلا. بس عودت حالي يعني. هي فعلا عادة. عادة. طيب رح يطلع جوسي يعني. حيطلع جوسي وعد. ال- 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 طريقة المي اللي قلتيها استخدمتها في الاير فراير. برافو، هو هذا السر مبدئيا. وطلع برضه مش ناشف. برافو عليك يا إبراهيم، طالب نجيب. لا لا لا، أمور في تحسن. هو شوف الرجال سبحان الله، ربنا معطيهم نفس بالأكل مميز. لذلك أشهر طهاة العالم رجال، وأنا أؤمن بذلك. يعني عندي إيمان إنه الرجل عنده للي بحب طبعاً. أكيد. في زلمة ولا يمكن، بس اللي بفوت المطبخ بطلع معهم إشي كتير. صح. طيب كتير. ما هو شوفي، سبحان في الله. نوعين من الناس، في ناس بتحب الأكل بس ما بتحب تطبخه، في ناس بتحب الأكل بتحب تطبخه. بس الناس اللي بطبخ الأكل عادة ما بحب يأكل بعديها. لا لا لا، أنا بحب أكلي وأتغزل فيه كمان أرتاح. بحب يأكل بس. ولا بشبع من الريحه كثير على فكره. شفات مستحيل ياكل من اكله. صح. كثير. انا سمعتها موجوده معنا. اتصال تركني. اهلا انا. شو اهلا وسهلا، من زمان معك الاتصال. زمان انا مو سيادتكم شو عم تحكوا الاثنين، كيفكم شو اخباركم؟ تمام الحمد لله، انت شو اخبارك؟ كيف حالك؟ كيفك؟ اهلا وسهلا وميت مرحبا. بدي اسالك شيف علا. امر حبيبتي، يلا امورينا. بدي اسالك كيف بدي اقدر اعرف الاكسبير ديت تبع البهارات؟ ايش هو؟ تعرفي ايش بالبهارات؟ يعني الاكسبير ديت تبعها. الاكسبير ديت تاريخ الانتهاء. البهارات يعني اذا كانها صالحه مش صالحه. طيب ماشي ست الكل. هلا اذا شريناه مبكت ومعلب طبيعي، ما في شيء موجود بالاسواق الا تحت عين الحكومه، فاكيد في تاريخ انتاج وفي تاريخ انتهاء، هذا اولا. ولكن انا اذا رحت عند عطار انا مستعجله، ما بعرف هو قديم ولا مش قديم، عاده ما بيكون مرطب. قولي له معلش يا خالتي حط لي شوي على ايدي، حسي هيك بايدك، بس حركي ايدك وايدك ناشفه تكون. اوكي، نقطه هيك صغيره، اذا حسيتيه بتحرك بخفه اعرفي انه فريش.
يعني طازة، يعني مش زمان. إذا حسيتي زي الملبد بعضه كأنه رمل مبلول وحاشا النعمة ولا تشبيه، اعرفي إنه البهار مبرد. تمام، هذا هي. إذا هون إحنا حطينا الدجاج، بعد ما حطينا الدجاج حطينا على الخلطة. دائما أنا الخلطة جزء منها بحتفظ فيه لنهاية الطبخة، قبل التحمير برجع بدهن الدجاج وبحمر. تمام الكلام. هلأ هون رح نحط في القاع شوية مي ونروح عليها بالفرن زي أي دجاج، بياخد معي تقريبا 45 دقيقة ساعة مع التحمير. نعم، سريعة سهلة ميسرة. بالآخر وجبة زاكية بالضبط. كلنا بنحب الدجاج المحمر، أولادنا بيحبوه. صح، زوجها مرات الواحد بزهق كمان مع رز ومع. صح. هلا احنا لهون متفقين انه ما في اختراع، هي بهارات وخلطه تحطها ست على الدجاج. بعدين لما بدي اقدم الدجاج هون الفيلم، الخلطه اللي بدي اعملها إشي كتير طيب، اللي هي عباره عن كم قطعه زبده. وفي رز؟ لا ما في رز. لا ما في رز. بس عم بحكي. طيب ها، هي قطعتين يعني ما يقارب 25 ل 30 جرام من الزبده. عشان ما تنحرق معي رح اكسرها بنقطتين زيت. دائما اعملي هالحركه. وبعدين رح انزل عليها عصير ليمون، طحين، كزبره وملح. طيب وشويه مي. يلا احنا معنا اتصال شيف. يلا معنا صدام. بدنا نحكي لك صباح الخير يا صدام. اهلا وسهلا. صباح الورد، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. اهلا. بصير بدنا نحكي بس مع الشيف علا. تفضل. هاي الشيف. الو، صباح الورد والياسمين. صباح الورد. هلا ياسمين، يعطيك العافيه. يا هلا يا هلا، اهلا وسهلا. حبينا نصب عليك. الله يسعدك ويسعد صباحك. من وين عم تحكينا؟ من صويلح. الله، اهلا وسهلا فيك وباهل صويلح. اهلا وسهلا. اليوم عندكم ازمه؟ والله كل يوم ازمه. والله الله بعين. بعد اليوم خميس غير واليوم والله أزمة بسوالة. كتير كتير أزمة مش معقول بيكون. يلا درب السلامة للجميع يا رب. الله يسعدك ويسعد الجميع وسلمنا على الأهل. الله عليك. يسعدك، شكرا. تطبخ لك. صدام تحب تطبخ؟ لا والله ما بطبخ، بس بتعلم. يعني في ها في أمل. في ميول. والله أهلا وسهلا فيك، حياك الله. شكرا لك. شكرا. طيب حطينا قطعتين الزبدة، نزلنا عليهم نقطتين زيت. بعدين إيش بدي أعمل؟ والله شف صوتك مع البحة هاد، حس في وقار غنائية. عرفتي المشكلة بتحكي مع أي حد على التلفون بقول لك ألو عفوا مين معي، مش هذا رقم الشيف علا. مين بحكي؟ عفوا لازم ترنش على هذا الرقم مرة ثانية. ترنش علي. يلا. نعم، بدنا نحكي صباح الخير لانشراح أكيد. أبو علي شبيطي أهلا وسهلا، وأم تسنيم العبادي صباح الخير لإلك. أحمد الليمات أهلا أهلا، وأيضا بدنا نصبح على تمارا زكي أهلا وسهلا على المتابعة، وربا أبو عامر من الدوحة نحكي لك صباح الخير. معانا اتصال من رائدة. صباح الخير. يسعد صباحك أخي إبراهيم. أهلا وسهلا، كيفك؟ شو أخبارك؟ تمام، أنت كيفك؟ منور. الله يسعدك، منور الشاشة. شكرا إليك. لا ممكن أصبع الشيف علا. تفضلي. أكيد. ألو صباح الورد. يسعد صباحك وقلبك حبيبتي. أهلا وسهلا، صباح الفل والياسمين. ما شاء الله عنك وعن صفاتك حبيبتي. قولي لي شو جربتي بس من عنا؟ والله إنه يعني مثلا الدجاج المحمر، الصواني اللي بتعمليها حلو. طب كله زبط ولا في إشي هرب؟ لا زبط 100%. يلا الحمد لله، مأكول الهنا يا رب. حبيبتي حاب أصبح على الكل اللي بيعرفوني، عماتي وخلاتي وبنات عمي وبنات خالي وعلى الكل اللي بيعرفوني. إن شاء الله بيضلوا لك يا أمر. تسلمي. يسعد صباحك كل ذوق. يسعدك، أهلا وسهلا وصباحك فل. وإحنا بنبعت كل التحايا الطيبة لكم ولأهاليكم ولأهل إبراهيم ولأهل كل الزملاء وكل الله الستات الله الطيبة. اليوم كل الستات حصتنا. نعم. أكيد نجد تحية. أنتوا الخير والبركة حبيب الشعب. بمجال نحكي غير هيك؟ لا ما في مجال أصلا، بتنام بالجوع لازم. بدي أكل بعد الحلقة.
ما بقدر ما احكي غير انت الخير والبركه شف. ابدا انت البركه والله. شو عم نعمل؟ انا هون عم بساوي صوص مطفى بضل احركه شوي شوي ليدوب مع الطحين، رح يضل يشد بسبب وجود شو الليمون، بنضل احنا نخفف قوامه باضافه المي. قل لي شو اخبار الزهورات معك؟ والله انها زاكي. بتعرف شو بدي احكي شغله؟ بسم الله. عاده الكثير من الناس لا يؤمن بالاكياس، بيقول لك خفيفه، بيقول لك احسن الطبيعي والغلي، ولكن فعلا الكسيح ثقيل، الطعم صح، وبعدين حاطط كيس واحد، عاده ممكن تحطي كيسين. مزبوط كلام، بس كيس واحد كافي يعني معطي الطعم صح وجدا زاكي. يلا يلا بدك تستنيه يجمد. شايفين انا حطيت عليه المي والملح والطحين. اظن معنا اتصال. معنا اتصال، مين معنا؟ الو، اهلا، كيفك يا ابراهيم؟ اهلا وسهلا، بس مين معي؟ الاسم معك عمر. اهلا وسهلا، كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين، كويسين والله. كيف كنت؟ شخباركم؟ والله والله بخير، احنا سعيدين يعني عم تحكوا معنا، شو بدنا احلى منك؟ والله انا سعيده، اول مره يرقص معي الخاطر. يلا الحمد لله. بدي احكي مع الشيف علي لو تفضلي. الو، صباح الورد. صباح النور يا شيف. اهلا باهل النور كله، اهلا وسهلا. الله يسعدك يا شيف، والله كلك ذوب يا شيف. حبيبتي الله يسعدك. من وين عم تحكينا؟ والله بحكيك من مادبة. والله احسن ناس بالدنيا. انت بتعرف اني انا بحب مادبة كثير. والله يسعدك، كثير كثير. احنا بنحبك والله، كنا بنحبك. الله يديمكم حبيبتي. والله كنا بدي اسالك عن كبس الزيتون. تساليني عن كبس الزيتون؟ ستي يلا بامرك، تفضل. بدي كيف يعني تحفظها مثلا لمده طويله، يعني اكثر من سنه يعني من سنه؟ حاضر امرك، هلا بجاوبك. اهلا وسهلا. يلا، اول شيء بكبس الزيتون لمده اطول لازم رصع الزيتون يكون مع الملح الخشن. واحد، اثنين، لازم افضل عمرا اطول احفظه بمرتبانات زجاج مش بلاستيك، لانه البلاستيك بتاثر بعوامل الجو والرطوبه والدفى والبرد في بيتك. ثلاثة، لازم أخلي المرتبان مفتوح من 4 لـ5 أيام، أقل من أسبوع بشوي، مفتوح على طرف المجلة. كل ما فور كل ما طلع الهواء، لما أنا بكبسه وبسكر عليه ما في مجال لا يعفن ولا يخرب. زائد الخطوة الأولى اللي هي بأول السلم، جودة المادة الغذائية الخام، يعني يبقى من الأساس أنت جايبتي طازة وأطفى منيحة ونوعية نظيفة، مش دبلان، مش يكون لمم من تحت الشجر. فهاي الأمور كلياتها مهمة. إن شاء الله صحة وهنا على قلبك، وأهم إشي ضبط عيار الملح. كل كاسة مي معلقة كبيرة معرمة من الملح الخشن. إذا شعرتي إنه ممكن تخطئي بالعيار استخدمي طوشة البيضة، تقدري تعرفي إذا شغلك صح أو ناقصه ملح. نعم بس تمام. شايفين معلمة. أنا شد مع عصير الليمون الطحين، بعدين أنا رخيته بشوية مي، بضل أحرك كرمال يمتزج معاي. طب كيف ما بكبتل؟ شو بيصير؟ ضليت أحرك، نزلنا المي، ضلينا نحرك، وبعدين حطيت عصير ليمون عشان أشده كمان مرة زي ما أنتوا شايفين بهالشكل. وبعدين نزلت عليه ملح وكزبرة قدره. كمان اتصال معنا. نجاح. نجاح صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير إبراهيم. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ تمام، انت كيف حالك؟ والله الحمد لله، منور الشاشة، زمان ما شفناك والله. شايفة؟ غبت عنكم شوي. الله يسعدك. الله يرضى عليك. ممكن احكي مع الشيف علا؟ اكيد. الو، صباح الورد. صباح الخير يا شيف علا، كيف حالك؟ صباح النور. الف سلام عليك يا حبيبتي. حبيبتي سلم عمرك ويسعدك يا رب. الله يسعدك، كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. انا منيح الحمد لله، فضل من الله. الحمد لله. يا سلام على طبخاتك الزاكيه، الله يرضى عليك يا شيف علا ويخليك لنا يا رب. حبيبتي ويخليكم يا رب، يديمكم جميعا. الله يرضى عليك يا امي. حبيبتي يسعدك. شو طابخة اليوم يا ست نجاح؟ والله ممكن أعمل برغل مع عدس. يمي زاكي زاكي، صحة وهنا. والله صحة صحة بالعافية. الله يرضى عليك. كل يوم طبيخ، شو بدنا نعمل؟ نعمة وفضل، الحمد لله الحمد لله، الله يديمها على الجميع. الحمد لله اللي بيجي مع العافية، الحمد لله. أيوة. رب العالمين كله مع العافية منيح، هو هذا الصح. الحمد لله. صح، أهم شيء. صح، أهلا وسهلا. الله يرضى عليك ويعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا رب. حبيبي الله ي... شكرا على اتصالك. شكرا. يلا رح نتبع معاك وأسكب صحني، رح ناخذ الدجاج المحمر. بس شو هالدجاج المحمر الزاكي هذا من شكله؟
انا لسه ما دقت. انا ما بحب الدجاج يبقى لونه فاتح. لونه حلو وطلع فيه المرقه. فيه المرقه بالضبط. هلا هاي ممكن نخليها غماز مع الدجاج. انا بحب حتى اكلهم من الصبان ولا بحب اسكب ولا بس احيانا بيجي عندك ضيف بدك تدلله ما بزبط. رح اسحب الدجاج احطه بالطبق وبعدين رح ننزل عليه صوص الليمون المطفى. او ممكن الصوص يكون على جنب كمان صح؟ بصير يعني طبعا اختيار الموضوع. يعني اذا بتلمح لي اخلي لك اتعب دهون معادي ما في مشكله. بالعقل يا رب انا بدعي يا رب سبت انها. حاضر امرك. تعرفي شو سرعه البديهه اللي عندك خارقه. ولا يمكن تلحق عليها. ولا يمكن تغلبها مستحيل. يا سلام. لا انتوا يعني كل شيء صار لحال واخر حركه عملتها هاي تعني الكثير والكثير. أيه. تركت اخر دجاجه بدون الصوص. حكم القوي على الضعيف. لا والله هذا حكم الطيب على الحنون. تدلل والله طيب الله يرضى عليك ويسعدك. طيب يعني بس عندي فضول كمان اعرف يمكن مع الصوص كيف راح يكون طعم لانه انت الطعم كثير زاكي فيه شويه هو عشان بالعقل عشان بسبب وجود الكاتشب مع الصوص هذا راح يكون حامض. ها حامض راح يطلع كثير طيب. وزي ما حكينا حاولي انت جربيه بالبيت. حسيتي انه لا ما بدي اياه يكون جنب الدجاج بدي اياه كذا مثلا جانبي خليه جانبي. ما بدك تعمليها برضو كمان بصير يعني امور اختياريه. صحيح. واكيد شيف يمكن بيختلف نوع الدجاج وبيختلف الدجاج بحجمه يمكن الوزن. ايوه طبعا بالوزن. طبعا يعني لما بتكون 1000 جرام كيلو مش زي لما اجيبه فراريج. انا لما يكون فراريج الدجاج ما بقطعه اصلا بخليه زي ما هو كثير احلى. صح. وبس سلامه خيرك خلصنا. يا سلام. اذا الطبق الاول صار جاهز. يلا وبدنا ناخذ فاصل من بعد اذنك يا شيف. على طول ناخذ فاصل نرجع نكمل معاكم فقرتنا وايضا المطبخ ووصفه التاليه. خليكم معنا رجعين.